أهلا بكم. أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أن الجيش سيبقى ممسكا بزمام إرساء الأمن والاستقرار، وأن الشعب الجزائري لا يمكنه التفريط بنعمة الأمن على حد تعبيره. وقال قايد صالح إن بعض الأطراف منزعجة من مظاهرة احتجاجية جديدة على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. منذ الصبيحة أغلقت المسالك المؤدية لساحة موريس أودا، لكن ذلك ليس مانعا لتكرار الرسالة. رفض الولاية الخامسة بل تغيير النظام، لأجل ذلك يصيح مئات من الطلاب الجزائريين يريدونها سلمية والحرية ينشدون: انتهى عهدكم. هذه رسالة هؤلاء. اليوم قمنا بتنظيم مظاهرة سلمية للمرة الثانية على التوالي بمختلف الجامعات وأقطار الوطن. حنا نحبوا التغيير، ماشي التغيير من أجل التغيير، التغيير الجذري. مثلها في فروع جامعية أخرى كانت التظاهرات مشابهة، التظاهرات التي لم تهدأ منذ الأسبوع الماضي. قبل قليل انتهت تظاهرة الطلبة، حتى بعد رسالة الرئيس المطمئنة والواعدة بجمهورية جديدة لا يزال صوت الطلبة مرتفعا لا للولاية الخامسة. وبينما لا يهدأ الشارع ولا تتوقف المعارضة عن التصعيد في الموقف، يجدد قائد الأركان الجزائري تأكيد الجيش على ضمان الأمن ويحذر من سنوات الدم. سيبقى الجيش الوطني الشعبي ماسكا بزمام ومقاليد إرساء هذا المكسب الغالي الذي به استعاد وطننا هيبته. تصريح الفريق أحمد قايد الثانية من نوعه المحذرة من انزلاقات في الشارع، الشارع الذي استطاع لثلاثة أسابيع أن يحافظ على سلمية في التظاهر بددت كافة المخاوف من أعمال العنف. سلمية يأمل المتظاهرون أن يحافظوا عليها وأن تكون حجة لهم وسببا لانحياز الجيش لمطالبهم. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. وبالعودة للملف الجزائري وتسليط الضوء على تصريحات رئيس أركان الجيش، ينضم إلينا من الجزائر العقيد المتقاعد رمضان حملات. أهلا بك سيد رمضان. يعني السؤال الذي يطرحه كل جزائري اليوم، السؤال فقط، تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم نعم، كنت أريد أن أسألك عن تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، كيف ستترجم هذه التصريحات على الأرض؟ هل هذا يعني أن يعني المظاهرات سيتم إنهاؤها، أم أنه سيكون هناك انفتاح نحو التخلي عن ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم وعلى مشاهدي قناة العربي. أهلا بك. أولا التصريح الذي جاء به السيد الفريق أحمد قايد صالح اليوم لا يحمل تهديدا بمنع المظاهرات السلمية أو المسيرات السلمية التي خرج بها الشعب تلقائيا منذ أسبوعين الآن، لأن هذه المسيرات أولا مسيرة سلمية تطالب أو يعبر من خلالها الشباب مطالب التي يعتبرها هو الآخر أنها مطالب شرعية. والملاحظ في كلامه أو في الكلمة التي ألقاها نستطيع أن نستنتج ثلاث فقرات أساسية. الفقرة الأولى يحذر بعض الجهات التي تحاول ركوب الموجة واستغلال هذه المسيرات من أجل إدخال الجزائر يمكن في حالة عدم استقرار أو في حالة لا أمنية، ومن هنا يحذر هؤلاء وينبه كذلك الشعب من التعامل مع هؤلاء بكل ذكاء. نعم. ويحسن كيف يتعامل في مثل هذه الظروف. الفقرة الثانية تكلم فيها عن الجيش والشعب في آن واحد.
هذه رسالة لكل الجزائريين وحتى لكل العالم أن الجيش هو من الشعب والشعب من الجيش. ويعني كذلك أو نستطيع أن نعطيها قراءة أن الجيش مع الشعب والشعب مع الجيش. وحتى في الشعارات التي يحملها الشباب في المسيرات يقولون خاوة خاوة الجيش والشعب خاوة خاوة، يعني هذا بالدارجة باللغة المحلية خاوة خاوة تعني إخوة إخوة. يعني كذلك في هذه الفقرة أنه دائما الشعب والجيش كانوا جنبا لجنب في حماية الجزائر، كانوا دائما جنبا لجنب في إعادة استقرار الأمن والأمان خلال العشرية السوداء. طيب يعني سيد رمضان اسمح لي بمقاطعتك هنا، يعني أنت تقول بأن الجيش والشعب متفقان يعني على كل الأصعدة بمسألة حماية الأمن بمسألة ضمان الاستقرار، وأن الجيش والشعب هم إخوة كما تقول، هل يعني هذا أن الجيش سوف يلبي المطلب الشعبي الذي نراه في الشوارع عبر هذه المظاهرات بعدم ترشيح بوتفليقة، وهو يعني كما يتضح الماسك بزمام الأمور في المشهد السياسي الجزائري؟ الجيش أو تصريحات الفريق أحمد قايد صالح والمتتبع لها يلاحظ أنه دائما في كلامه يؤكد أن الجيش الجزائري جمهوري دستوري، أي يؤمن بالقوانين الدولة الجزائرية، وبالتالي الجيش لا أظن أنه يتدخل من أجل منع هذه المظاهرات أو المسيرات الشعبية التي مست كل مدن الجزائر إلا في حالة واحدة والتي يخشاها ونخشاها كلنا، أن أطراف أخرى قد تحاول استغلال هذا الحراك من أجل ضرب استقرار الجزائر. فالجيش ما دامت المسيرات سلمية والمطالب شرعية فلا يمكن أن يقمع ولا يمكن أن يتدخل بالقوة من أجل فض هذه المسيرات. والدليل الجمعة الماضية خرجت الجماهير بالملايين عبر التراب الوطني، ولا فرد من القوات المسلحة كان في الشوارع أو وقف في وجه المتظاهرين من أجل فضهم أو من أجل منعهم. طيب سيد رمضان، يعني نحن الآن أمام مفترق طرق في الجزائر، ويبدو حالة وتبدو حالة الاستعصاء السياسي واضحة لكل ذي عينين، الجيش والسلطة من جهة والشارع من جهة أخرى لا يريد ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة، الكثيرون يقولون أن بوتفليقة أصلا بحالة صحية مزرية لا يدري ما يحدث، وكأن من يحكم هم قوى تضع بوتفليقة في الواجهة. ما هي السيناريوهات المحتملة إذن؟ أولا لا خوف على الجزائر من الشباب الجزائري، فهذا الشباب أصبح واعي كل الوعي، له وعي سياسي، هذا الشباب يحب الجزائر، هذا الشباب لا يمكن أن يزج بالجزائر فيما لا يحمد عقباه. أما فيما يخص سؤالكم السياسي والمتعلق بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة خامسة، فصحيح أنه تم إيداع الملف نيابة عنه من قبل رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكن هنا يعني لم نصل بعد إلى يوم الإعلان الرسمي عن المترشحين الرسميين، والذي يتم في يوم 13 من هذا الشهر. هل تعتقد هل تقول سيد رمضان أن هناك احتمال عندما يتم تعيين، عندما يتم إعلان أسماء المرشحين قد لا يتم إعلان اسم بوتفليقة من ضمنهم؟ يعني هذا يمكن، هذا وارد، ولما لا، يمكن أن الملف لا يقبل من قبل المجلس الدستوري، هذا سيناريو رقم واحد. سيناريو رقم اثنين، يمكن أن الملف يقبل ولكن المسيرات لن تتوقف وتطالب بعدم رضا الشعب بعهدة خامسة. والسيناريو الثالث، يمكن أن هذه الأطراف التي أكد عليها السيد الفريق
تستغل هذه المسيرات، ويمكن أن تكون هناك مناوشات أو تكون هناك حالات لا أمنية أو انزلاقات لا قدر الله في الشارع. نعم. نعم. فهنا يمكن أن يتدخل الجيش، يمكن إذا ارتأى الجيش أنه يجب أن يتدخل لحماية الشعب وحماية الجزائر فيتدخل، وإذا تدخل فتكون حالة طوارئ، وإذا كانت حالة طوارئ فنحن في حالة استثنائية، يتوقف العمل بالدستور وتبقى الأمور كلها تحت مسؤولية رئيس الجمهورية، ويمكن تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق. هذه السيناريوهات الثلاثة والأربعة. نعم. طيب يعني القايد صالح رئيس الأركان هو يعني الممسك بزمام السلطة اليوم بالجزائر في ظل غياب بوتفليقة، فضلا عن كونه أيضا يعني أحد كبار الجنرالات الذين مكنهم بوتفليقة خلال التغييرات الأخيرة التي أجراها في مؤسسة الجيش والأمن أيضا. هل تعتقد أن احتمال أن يتخلى القايد صالح عن بوتفليقة أمر وارد اليوم، خاصة بعد الرسالة التي قرأها عبد الغني زعلان وأعلن فيها خطط الرئيس للترشح فقط لمدة عام واحد، وأيضا اقتراح دستور جديد وندوة حوار وطني وما إلى ذلك؟ الفريق أحمد قايد صالح فله تجربة عالية وكبيرة جدا، فهو عسكري منضبط، عسكري يلتزم بقوانين الدولة ويحترم مسؤوليه. فأنا لا أظن أن الفريق أحمد قايد صالح سيتخلى عن المسؤول الذي ألف العمل معه منذ حوالي 14 سنة. وبالتالي التخلي عن الرئيس من قبل الفريق قايد صالح ليست من سماته وليست من تربيته وليست من أخلاقه وليست من مبادئه، فهو مجاهد والمجاهدين لهم مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، فلا يمكن أن يتخلوا عن تلك المبادئ. ففيما يتعلق، شكرا جزيلا لك العقيد المتقاعد رمضان حملات، كنت معنا من الجزائر، نأسف لانقطاع الاتصال بك.